وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تعقد جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، مراسل التلفزيون المصري كريم بابرز. كريم، بعد تحية، ضعنا في آخر التطورات والمستجدات الخاصة بالجلسة الثالثة لمجلس الأمناء حتى الآن، وما تضمنته أيضا من ملفات مطروحة للنقاش. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل بينما نحن نتحدث الآن وحالا انتهت بالفعل الجلسة الثالثة من الحوار الوطني المجتمعي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني خلال دقائق من الآن سيطلق البيان الخاص بالجلسة الثالثة. ولكن إذا تحدثنا عن الملفات التي تضمنتها الجلسة الثالثة، كما ذكرتي بالفعل فهناك هذه المادة 18، وهي 18 من لائحة التنظيمية لمجلس الأمناء الخاص بالحوار الوطني، وسيكون على أساسها ترتيب اللجان وتنسيق اللجان الفرعية والنوعية التي ستنبثق من اللجان الرئيسة التي تم بالفعل تحديدها في الجلسة الأولى والثانية، منها اللجان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولكن الأهم هذه الجلسة اليوم هي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، وبعد أن تم تحديد الأشخاص الأربعة الخاصة بكل لجنة، تم بالفعل تحديد اللجان النوعية واللجان المنبثقة من اللجان الرئيسة. ولكن أيضا كان هناك حديث حول لجنة المحليات التي استقبلت بالفعل الطلبات والأفكار والرؤى ومشاريع القوانين، وحتى الأفكار التي من الممكن تطبيقها على أرض الواقع لدمجها مع النظام السياسي الحالي، سواء كانت الأفكار الاقتصادية أو حتى الأفكار الاجتماعية أو حتى الأفكار السياسية. وصرح منسق عام المجلس الحوار الوطني أستاذ ضياء رشوان على أن الملف السياسي سيكون له أولوية قصوى، وملف حقوق الإنسان سيكون له أيضا أولوية قصوى. هذه نقطة. أيضا كان هناك نقاط مختلفة داخل يعني هذا اللجان، وتحديدا حول استقبال الآراء من داخل مصر وأيضا من خارج مصر، وفكرة استقبال جميع الآراء للمشاركة، سواء كانت هذه الآراء متوافقة مع الفكر الحالي أو حتى متناقضة مع الفكر الحالي، وإمكانية طرح جميع الأفكار على طاولة المناقشات وتطبيق ما يمكن تطبيقه بالفعل على أرض الواقع. وسيتم استقبال الأفكار من جميع القوى السياسية والتيارات السياسية وفئات الشعب المختلفة، سواء داخل مصر أو خارج مصر، طالما لم يتخطوا هذه المبادئ التي حددتها بالفعل لجنة الحوار الوطني. هذه المبادئ التي تم تحديدها سيتم على أساسها المشاركة بالآراء والأفكار والرؤى المختلفة. وخلال دقائق من الآن، بعد انتهت حالا هذه الجلسة الثالثة للحوار الوطني والتي خلقت مساحات مختلفة لمشاركة الآراء والأفكار المتنوعة، سننتظر البيان الخاص بهم لنعرف آخر المستجدات والتفاصيل الخاصة بالجلسة الثالثة. أشكرك شكرا جزيلا كريم بابرز، مراسل التلفزيون المصري من مقر الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك.